كنا بنقول، كنا بنقول ميسي لعيب متخاذل، الناس ما كانوش بيصدقوا، كنا بنقول يا جماعه ميسي مدمر الارجنتين ومضيع المنتخب، ما كانوش مصدقين لولا بس جه على بالهم ان ميسي عايز يبوظ النادي علشان خاطر ميسي عايز سواريز يكمل معاهم السنه الجايه، وكمان عايز يعتمد بالابكار المقدسه بتاعتهم. صحاب بقى بيكيه وبوسكيتس والناس الحلوه دي، انت احكي لك على الحاجات دي ولا ما انت عايش معانا في برشلونه بقى لك فتره طويله، انت عارف ميسي مشي ليه؟ علشان خاطر كومان قال له ان الصلاحيات اللي كنت واخدها خلاص، زمن العز والمعمعه اللي كنت فيها مع المدربين الضعاف خلاص، جالك الاسد مش تاخد ولا صلاحيات تاني، علشان كده زعل وسواريز هو اللي لعب في دماغه وقال له لازم تسيب الفريق اللي يقعد يا ميسي وتمشي. فهمت بقى القصه؟ سهله وبسيطه يعني، ميسي يعيش موت متخاذل. بالراحه مبدئيا وقبل اي حاجه بالراحه، بس الناس ما بتفهمكش لما بتتكلم بسرعه، الناس ما بتفهمش حاجه. بالراحه بالراحه، كلهم تحت بيقولوا في الكومنتات اتكلم بالراحه، ما تتسربعش، ما حدش بيجري وراك. نتكلم بقى بالراحه ورد عليك. بص يا باشا، انت بتقول ان ميسي هيمشي بسبب سواريز صح؟ لا مؤاخذه، احنا قاعدين نقول ان ميسي قائد وميسي الامبراطور وميسي الاسطوره، هل ينفع ان حد يلعب في دماغه لمجرد بس ان واحد صاحبه ماشي من الفريق؟ طب انت عارف صاحبه اللي ماشي من الفريق ده هيمشي ليه وبسبب ايه؟ تمام، يعني عارف الموضوع ده من اوله لاخره، ولا لسه برضه فاهم ان سواريز هيمشي علشان خاطر سواريز كان بطيء وما بيرجعش يرتد مع الفريق في الحاله الدفاعيه والكلام الحلو ده؟ طب انت عارف بجد هم عايزين يمشوا راكي وعايزين يمشوا امتيكي ليه، ولا برضه لسه فاهم ان الناس دي عايزين يمشوها ضمن الثوره اللي هم عايزين يعملوها جديد؟ انت فاهم حاجات كتير قوي غلط على فكرة. انت فاهم ان الموضوع بيدوروا على مشروع جديد لكومان، وكومان عايز يعمل مشروع والكلام الحلو ده. انا عايز اقول لك على حاجه بسيطه جدا، ميسي حتى لو بارتيمو استقال، ودي مستحيله جدا وهفهمها لك لما نخش على الفيديو، برضه مشي، وبرضه بنسبه كبيره جدا ميسي راح مانشستر سيتي علشان هو فعلا اتكلم مع بيب جوارديولا وساله على امكانيه ان مانشستر سيتي مستعد للتعاقد معاه ولا لا. بيب قال له احنا معانا في السوق 300 مليون دول هنتحرك بيهم، شوف انت الدنيا بالنسبه لك هتكون عامله ازاي. فميسي مصمم ان هو يخرج مجانا من برشلونه. الرحمن الرحيم، قصة رحيل ميسي واستمرار ميسي او اقالة بارتيمو او استقالة بارتيمو او محاولة سحب الثقة من بارتيمو، الموضوع ده هنعيش معاه فترة طويلة، بما ان الموضوع واصل لميسي وبارتيمو ان هم رايحين لخناقة كبيرة جدا وهيوصلوا مع بعض المحاكم، ودينا بالنسبة لهم هتكون مش سهلة قوي. هقول لك الكلام ده بالراحه وبالتفاصيل ومن غير ما اتعصب ولا اي حاجه. لو انت عايز تسال ليه سواريز فعلا ماشي، علشان خاطر سواريز هو اللعيب رقم 2 في الفريق اللي بياخد فلوس عاليه وبياخد مبالغ عاليه بعد ليونيل ميسي، فسواريز فكره ان هو يتنزل على 24 مليون بتاعته اللي هو ياخدها سنويا الموضوع صعب جدا. اما فكره ان اللعيبه المتاحه ان هي تتنازل على الراتب بتاعها زي بيكي وزي بوسكيتس وزي البا اللي هو السر راتب بتاعه 9 مليون وبوسكيتس الراتب بتاعه 14 15 مليون، احتمال كمان بوسكيتس يتخلى عن الراتب بتاعه في مقابل ان هو يقعد له سنتين في برشلونه والدنيا بالنسبه له تكون تمام، ففكره ان هو يخفض في الراتب وممكن تماما يتخلى عن الراتب في مقابل ان هو يستمر، بس هو مش هيتخلى ولا اي حاجه لان هم قاعدين في الاول وفي الاخر علشان خاطر الماديات. فبوسكيتس مكمل وبيكي مكمل في مقابل ان هم يقدموا تنازلات ان هم هينزلوا الراتب بتاعتهم شويه علشان خاطر الاداره عايزه تقلل شويه المديونيات اللي على الاداره، علشان موضوع المديونيات ده هو الحاجه الوحيده اللي مخلي بارتيمو مش هيستقيل، لان بارتيمو دلوقتي لو استقال هيلبس في الحيط. انا كنت فاهم امبارح ان الموضوع سهل جدا وبسيط وبارتيمو يستقيل واي حاجه، بس انا ما كنتش فاهم بارتيمو كان قاعد في النادي ليه وما كانش رافض الاستقاله والراجل كان مصمم ان هو يكمل ليه. فهمت ان الموضوع بسيط. الموضوع في اسبانيا يا سيدي، اي رئيس نادي او اي جمعيه عموميه بتنتخب بمجلس اداره، مجلس الاداره ده لازم يديهم بعد انتهاء الفتره الرئاسيه بتاعتهم الموازنه بتاعت النادي، والموازنه تكون مظبوطه، صرفنا ايه قد ما صرفناش، ايه معانا كام ما معناش كام، احنا صرفنا قد كذا على التعاقدات وجبنا قد كده من مصاريف البيع. وده اللي بارتيمو باع بسببه ارسور، هو باع ارسور عشان خاطر الموازنه، ما باعش ارسور عشان خاطر احتياجات فنيه ولا احتياجات اي حاجه، هو الراجل اهم حاجه بالنسبه له ان هو يطلع ساق سليم من برشلونه وما يلبسش في الحيط. اما دلوقتي فالراجل بنسبه 90% لابس في الحيط، في 400 مليون غايبه، في 400 مليون مديونيات على اداره بارتيمو، يعني بارتيمو لو جه استقال النهارده بكره الصبح الشركه بتاعته هتفلس، وبكره الصبح هيكون مطلوب منه ان انت تسدد 400 مليون لنادي برشلونه، النادي نادي جماهيري. فالموضوع كان باين بالنسبه له ان في ايام سودة، احنا لازم نكمل موسم، لازم نكمل لحد شهر 3 علشان خاطر نظبط ام 300 او 400 مليون اللي ضايعه دي ونشوف لنا صرفه فيها، نقلل اللعيبه اللي بتاخد فلوس كتير شويه ونحاول ان احنا يعني نمشي سواريز، وكمان لو ميسي عايز يمشي ده تبقى زي الفل، بس اهم حاجه ايه؟ نلاقي نادي يدفع 300 او 350 مليون علشان خاطر يعني نكون ضيعنا الفرق والعجز اللي كان موجود في الموازنه ده ونكون دخلناه وده في ده وخلاص بقى مفيش حد خسران فينا اي حاجه. المشكله بقى ان ميسي قرر ان هو يتخانق مع بارتيمو، وان هو بص اللي عملته معانا في ال 14 سنه اللي انت مسكت بيهم النادي انا هطلعه على عين اهلك،
انا هحبسك، انا كده كده اساسا قاعد لك وفضيلك. ميسي بعد موضوع لشبونه والفضيحه اللي حصلت دي والواحد كل ما بيفتكرها بيتحرق دمه، بس بعد الكلام ده ميسي قرر ان هو هيمشي. الموضوع كان باين رونالد كومان، مش رونالد كومان، الراجل كان طالب شويه مطالب زي ما قلنا امبارح وبنقول في كل فيديو، كان طالب راس بارتيمو وكان طالب مشروع رياضي وكان طالب تغييرات في اوضه اللبس. ما حصلتش اي حاجه، ميسي فهم الموضوع اخيرا ان بارتيمو متلوط في النادي ومش هيمشي غير لما يظبط الموازنه اللي ضايعه منه خالص، فعرف ان الموضوع ضايع تماما وعرف ان هو ممكن كمان يكون رحيله قبله حياه لبارتيمو، بس الراجل قرر ان هو يمشي وببلاش. سيبك من هو ايه تعمل عليه مشروع لكومان والكلام ده، لان لا كومان ولا بارتيمو عندهم مشروع من هنا لحد شهر 8، من هنا لحد شهر 3 الجاي. اهم مشروع بالنسبه له ان هو الموازنه، الموازنه تظبط علشان خاطر ما ادفعش جنيه، حتى لو دفعت لي 10 12 مليون ارحم بكتير قوي من 400 مليون يا راجل. فالراجل كل الفكره بالنسبه له دلوقتي عايز ما يدفعش فلوس كتير. ميسي بقى قال له انت داندر رقم 24 في اخر عقد انا جددته لبرشلونه كان بيسمح لي ان انا اسخ العقد من طرف واحد وارحل مجانا. بارتيمو بيقول له لا العقد ده خلص في شهر 6 اللي فات، انت بتتكلم في ايه؟ ما هو مفترض ان الموسم كان يخلص في شهر 6 اللي فات، بس الموسم ما خلصش، ولما الموسم اتمد عقود اللعيبه اتمدت، والموضوع زق والموضوع طالع عشان خاطر جائحه الكورونا، وده المحامين بتاع ميسي بيتكلموا فيه، ان هو يا معلم ما تخافش احنا لو رحنا للفيفا الموضوع هيبقى مش جامد قوي زي ما بارتيمو فاهم، حتى كمان لو في شروط جزائيه الموضوع صعب جدا ان هو يوصل لل 700 والكلام الفاضي ده. فالحاجه الوحيده اللي بارتيمو بيحاول يعملها دلوقتي مش ان هو يستقيل، ان هو يروح يبوس على راس وايد ميسي اللي هو يابا سواريز لو يقعد ممكن نديله 10 12 مليون علشان خاطر اخوك هيتحبس. يعني الراجل بالنسبه له اهم حاجه بالنسبه زي ما قال موازنه، هي الفكره كلها مش فكره مشروع على الكلام ده. انا امبارح واول امبارح وقبل ما اخش اتفرج على كل اللي بيحصل في النادي، لا برشلونه اكبر نادي فيه فساد في العالم سعادتك، برشلونه نادي فيه فساد مالي بطريقه غير طبيعيه وفي مشاكل كتيره قوي بطريقه غير طبيعيه وفي صفقات بتتعمل مشبوهه بطرق غير طبيعيه وحاجات غير تقليديه تماما. بارتيمو وساندرو سيل بداوا ان هم يبدعوا فيها، يعني لما لابورتا راح جاب الجماعه الاوزباك وجاب طيران قطر قالك بقى قالك راجل بيعمل حاجات غلط وازاي يشيل شعار اليونيسيف والكلام ده، فقال لك احنا نحاول نمشيه والراجل نعمل له فضيحه ماليه ويتحبس بسببها او يتحاكم بسببها والموضوع يطول. فموضوع الفساد المالي بالنسبه لادارات برشلونه دي حاجات الناس دي عايشه فيها اساسا. فالفكره دلوقتي كلها من هنا لحد شهر 3 اللي جاي ان احنا يا جماعه في رئيس نادي بيفلس لو الدنيا بالنسبه له مشيت زي ما هي، لو الدنيا مشيت زي ما هي في 400 مليون بارتيمو هيلبسه، وربما بارتيمو ولا شركاته ولا الشركات اللي شغال فيها ممكن تدفع له 400 مليون ابدا. فالفكرة بالنسبة لبارتيمو، بارتيمو عايز يبيع ميسي، بس عايز كمان لما يبيع ميسي يبيع ميسي بفلوس، وميسي عايز يتباع بس ميسي عايز يتباع ببلاش عشان خاطر يكون قضى على بارتيمو تماما ويكون حبس بارتيمو بالفلوس اللي هيكون بيها مليون من النادي. خناقة كبيرة وطويلة عريضة، ما كناش نتمنى ان احنا نشوف ميسي في يوم من الايام بيعمل كده مع ادارة النادي، بس الموضوع في النادي وصل لمرحلة غير طبيعية، وصل ان انت دلوقتي بتحاول ان انت تبيع اللعيبة اللي بياخدوا فلوس كتير وتحاول تقلل من رواتب اللعيبة اللي بياخدوا فلوس علشان خاطر تسمح لهم ان هم يكملوا معاك لفتره زمنيه قادمه في المقابل ان هم يتخلوا عن شويه الفلوس اللي بياخدوها علشان خاطر احنا كمان نظبط الميزانيه بتاعتنا. الموضوع كله برشلونه عباره عن ميزانيه، رئيس نادي مش عارف يظبط الموازنه، لو ظبط الموازنه بكره الصبح اضمن لك ان هو يستقيل، انما طول ما الموازنه كلها ضربه ولابسه في الحيط بارتيمو مكمل معانا. وفي ظل كل ده مفيش حد سعيد غير المشجع المانشستراوي والسيتاوي اللي بالمناسبه انا خوف منهم مش حد، يعني عشان محدش يفتكر ان احنا كده. مش المشكله، المشكله كمان ان دلوقتي ناس كتير قوي من جماهير السيتي قاعده تقول لك يا جماعه ما ينفعش ان احنا نجيب ميسي 700 مليون والكلام ده، اللي هو يابا احنا ندي لهم رحيم وندي لهم جارسيا بص اللعيبه كلها اللي هم عايزين ياخدوها، بس الفكره كلها فكره ايه؟ ان يا جماعه لما ميسي يمشي وسواريز يقعد علشان خاطر سواريز رافض الرحيل وسواريز ما اتفقش مع اياكس ومنظومين اياكس طلعوا قالوا يا جماعه احنا فرصتنا في ضم في انضمام سواريز لينا ممكن تكون ضئيله، هتطلع بعدها تقول ايه؟ طول ميسي كان عايز الافكار المقدسه يقعدوا برضه بعد ما هو اللي مشي وهم اللي قعدوا برضه ميسي هيكون عايزه؟ انا ملاحظ ان انت بقالك فتره طويله جدا بتردد الكلام اللي ابوك بارتيمو الاعلاميه بيقولوه والموندو ديبورتيفو والجرايد اللي المونيستا مسيطرين عليها واللي بيقولوا اللي هم عايزينه والصحفيين المقربين من الاداره، غير كمان الشركه اللي بارتيمو كان متعاقد معاها علشان خاطر تشوه رموز النادي واللعيبه الكبار اللي موجودين جوه الفرقه. اعتقد ان انت بتردد كلام بارتيمو لا اكثر ولا اقل، وان انت بتردد كلام واحد كل الفكره بتاعته في الموازنه الماليه دي مش حب او كره برشلونه، ده معناه ان انت فاهم ان ميسي هو اللي جايب كل الفشل وميسي اللي جايب كل حاجه، ومقتنع كمان ان ميسي هو اللي كان مصمم على ارنوس فالفيردي وان ميسي كان هو اللي بيقول ان انا لازم ارنوس يقعد معايا، فارنوس كان بيقعد معايا مش ميسي خالص، الاداره كانت بتقول احنا هنستنى لما نشوف ميسي عايز ايه مش ميسي خالص
واصل للاداره كانوا بتقول ان احنا منتظرين ان جيجي 60 يغزو اوروبا ومنتظرين جيجي 60 يكسر الدنيا، ومش ميسي اللي كان بيقول دي ان ايه والكلام الحلو ده. لما ميسي دخل في خناقه مع بيدال، لان بيدال طلع قال كلام ما كانش ينفع ان هو يتقال. لو انت شايف ان انا بحب ميسي اكتر من نادي، فانا عايز اقول لك حاجه، ميسي اتظلم مع اداره بارتينو ظلم ما حصلش في اي فتره او اي حقبه زمنيه موجوده لعيبه كبار الا مع فرانشيسكو توتي في ايامه الاخيره مع سباليتي، ودي كانت ازمه مدرب مع لعيب، انما ما كانتش ازمه اداره فاشله بتحاول ان هي ترمي كل فشلها على ميسي. الفكره كلها برشلونه صعبه جدا، وصعب انك تجمع الخيوط كلها وانك تقول ايه الحلول، لان برشلونه الموضوع صعب جدا، وواضح ان احنا بقينا 3 او 4 مواسم ممكن نوصل للمرحله دي ان احنا هنقعد نبني فريق فتره طويله. فتره البناء الطويله دي ما ينفعش ان اللعيب زي لونيل ميسي عنده 34 سنه ان هو يكمل معاك فيها ويبطل كوره، هيكون ظلم لنفسه وظلم لموهبته وظلم كمان للشباب بتوع لمسيه اللي كمان منتظر ان بعد سنتين كده هيتقال ان ميسي بيلعب علشان خاطر اسم كبير. فالراجل خدم من نصيبه، اقول لك نروح مانشستر سيتي على الاقل هناك هقعد معروف ان في معتوه واحد في الفرقه اسمه رحيم هو اللي ياخدوني، اما برشلونه ففي معتيه كتير ومفترض ان هم اسماء كبار. الفيديو طول صح، بس مش تخسر حاجه لو عملت